هنا في منغوليا لا يخطو أي شاب خطوات نحو الزواج دون الخاطبة. يرسل الشاب المنغولي الخاطبة ومعها سكر وأوراق الشاي والبسترين ملفوفة في وشاح أبيض من الحرير، وإذا تم قبول الهدايا يحضر الشاب وعائلته هدايا لأسرة العروس، ويتكرر هذا الأمر عدة مرات حتى يتم قبوله زوجاً لابنتهم. وعندما يقترب موعد الزفاف يرسل الشاب الهدايا لمرة أخيرة إلى منزل العروس، ويستقبل ذلك بالاحتفال وغناء الأغاني الشعبية. في منطقة إردوس تقام احتفالية كبرى لأهل العريس المنغولي، ويتم استقبالهم ككبار الشخصيات، وتتسم مراسم الزواج في منغوليا بالعديد من الخدع بهدف رسم البهجة على وجوه الحاضرين، كما أن وصفات العروس يتنافسن على الوصول لبيت العريس أولاً حتى لا ينتهي العرس، بل ويمسكون حصانه لمنعه من الوصول إلى منزله. يتألف حفل الزفاف عادة من ثلاثة أجزاء: الحفل في بيت العروس، حفل الزفاف نفسه بما في ذلك حفل الترحيب بالعروس، والاحتفال كذلك بعد الزفاف بثلاثة أيام. ولا تنتقل العروس إلى بيت زوجها إلا بعد إعلان الزوجة الأكبر في أسرة العروس أن الوقت قد حان للذهاب إلى منزل العريس، وتبدأ القافلة المحملة بالمهر والهدايا والطعام باتجاه منزل العريس. تعكس هذه الفاعليات شخصية المنغوليين الخاصة وصورتهم كشعب مضياف ومهتم بالمراسم والآداب، كما تضم فاعليات الزواج جوانب ثقافية منغولية مثل المعتقدات والمراسم الدينية ومراسم البلاط الملكي وتقاليد الأكل والأزياء والرقص والغناء. وتعكس هذه المراسم التي يسودها جو السعادة والفرح وجمال ثقافة قومية المنغول وتطلعات أهلها إلى حياة أفضل.